مين يتحسب النهارده على السبت يا كابتن قدام المغرب؟ اتحاد الكوره، رمه اتحاد الكوره كلها. لا في استعداد ولا في اجنده ولا في ماتشات وديه، واللعيبه دي ابطال ومعاهم مدرب بطل. واللي يحمل اللعيبه دي او يحمل المدرب يبقى راجل ما لعبش كوره. طب لو امام ولا التخين كان... ولا التخين ولا تقول لي لا امام ولا عبد المنعم، انسى الكلام ده. انت كان معاك قبل كده ابو تريكه، وكان معاك الحضري باين، وكان معرفش كان مين تاني من الناس الكبار، واخد بالك، وما دخلتش دور الاربعه، ما وصلتش للمربع الذهبي، صح؟ فاحنا مش عايزين نقصوا على الناس دي. انت عايز تقصوا، اقصوا على اتحاد الكوره والراجل اللي نظم، والراجل اللي هو عمل دوري لغايه دلوقتي شغال. يعني انت عندك الدوريات كلها خلصت، اليورو خلص، الكوبا امريكا خلصت، بكره نهايه الاولمبياد، وانت لسه الدوري بتاعك شغال. يرضي مين يا عمي؟ انت اربعه وخمسه، شهر اربعه وشهر خمسه كل الفرق بتريح. انت لغايه النهارده الدوري لسه شغال، الاهلي اهو لسه بيلعب ماتش. فانت حمل اتحاد الكوره والناس اللي هي بتدير وبتخطط الكوره في مصر، هم دول مسؤولين.